فقرة خاصة بالجمال وتحديدا للعناية بالشعر. بهيدي الفقرة رح نقدم لكم أفضل المنتجات من ماركة رائدة هير ماكس، حققت مبيعات خيالية على سيتريس تي في. اليوم عم نقدم جهاز هو إذا بدنا نقول الجهاز الثوري بعالم الشعر. لكل متابعي سيتريس تي في لأول مرة، سيتريس تي في على مدى 10 سنين عم بتقدم لكم أفضل المنتجات وأفضل الخدمات، لأنه دايما رضاكم هو هدفنا. بهيدي الفقرة خصصناها بعد النجاحات الكبيرة اللي حققتها ماركة هير ماكس على سيتريس تي في، من جديد عم نقدم لكل نيو فيرجن من هير ماكس، وهو هير ماكس باند اللي بيساعدكم لحتى تتخلصوا تماما من مشكلة تساقط الشعر، تخلصوا تماما من مشكلة الشعر الخفيف، تحصلوا على إطلالة ولا أحلى. هو الحل الأمثل الأسرع والأأمن لألكم. شركة هير ماكس تأسست عام 2000 بعد سنوات كتير طويلة من دراسات أحدث التكنولوجي لحتى يقدموا لكم إياها بمنتجاتهم، وبيعوا أكثر من 1,000,000 قطعة على مدى كل هيدي السنين بأكثر من 170 دولة. ونحن اليوم عم نقدم لكم هيدا الجهاز للمرة الأولى، جهاز هير ماكس باند عم ينبع على أول شاشة، وخاصة شاشة تلفزيون وأيضا لقناة تسوق هي من خلال سيتريس تي في. فإذا بدنا نقول نحن اليوم عنا وورلد وايد كلها لونش عنا على سيتريس تي في. شو عم نقدم بهيدي الفقرة؟ هير ماكس باند بالليزر اللي كتير مميز، الآمن جدا للاستخدام بالمنزل، عم نقدمه لألكن بسعر تنافسي مع التشارجر. رقم المنتج 428450 جاي لألكن بحسم 20%. نحن هون عم نقدم لكم إياه ب 2397 ريال سعودي بدل من 2998 ريال سعودي، والعرض ساري ل 24 يناير و 14 ربيع الثاني. لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا استغلوا هيدي الفرصة، لأنه رح يعطيكم نتائج ولا أحلى. مين في غير خبير قسم ورئيس قسم الأبحاث بشركة هير ماكس لحتى يعرفنا على هيدي النيو فيرجن؟ راندي يكون موجود معنا لحتى يعطينا كل هالمعلومات. هاي راندي. هاي سارة. Very happy to have you again. It's very good to be here again. Thank you very much. I'm really very much excited to know more about Hair Max. But okay, let's first look and see what others who tried Hair Max said about it. Okay. لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا هلا، قبل ما نفوت بتفاصيل، خلونا بداية نشوف آراء الأشخاص اللي جربوا Hair Max. I've had great success with the Hair Max laser. It's been my solution to healthier, denser, fuller, thicker hair, and it's a long-term solution that works for me because it fits perfectly into my daily routine. And with it being drug-free, I have no concerns. All of my problems were really answered in one product. There's nothing to be scared of and everything to gain. It will change your life because it changed mine. Thank you, Hair Max. Thank you, Hair Max. Thanks to Hair Max, I never have to worry about losing my hair. فإذن هلا رح نتعرف على هيدا الجهاز الثوري اللي بيساعدنا للتخلص من مشكلة تساقط الشعر. Tell me about this new version. This new version is an FDA cleared medical device that is clinically proven to help regrow your hair. إذن نحن الجهاز اللي عم نقدم لكم إياه هو بيعتمد على تقنية الليزر اللي هو مصرح لإله من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بيساعدكم تماما لحتى تتخلصوا من مشكلة التساقط الشعر بطريقة كتير عملية. الحلو كمان اللي بيأمن لنا إياه جهاز هير ماكس، رح نشوف النتائج نحن وياكم، بيساعد على تحفيز الشعر، وبهالطريقة عم نشوف كيف نمو الشعر بيكون وين ما كانت المشكلة، سواء كانت على أطراف الشعر بوسط الرأس أو حتى كمان مناطق من الخلف. هو بيستهدف وبيساعد الرجال وايضا السيدات. منظن دائما انه التساقط موجود عند الرجال، ولكن ايضا التساقط عند السيدات عم نشوفه بشكل كتير ملحوظ. هير ماكس بيساعدنا لحتى نقدر نامن هيدا الشيء ونوقف مشكله تساقط الشعر. Let's talk about the beautiful design that we have here. What we have done is we have taken Hair Max technology, the laser technology, and we have combined it with the design expertise of Pininfarina, the famous Italian design company that designs the sports cars from Italy. إذن هون هيدا الجهاز اللي جاي لألكن جاي بديزاين كتير حلو، مثل ما عم بتشوفوا هون بكل سهولة
بتقدروا انتم تحطوه على راسكم بهيدي الطريقه. وهيدا الديزاين اللي جاي لكم هو جاي من شركه ايطاليه وهي بينا فارينا اللي بالعاده دائما بتقدم هيك المنتجات اللي لها علاقه بالسبار، وشكل كمان كثير حلو خفيف على فكره بالوزن كثير. شو رايكم نتعرف اكثر على الديزاين من خلال هيدا الفيديو؟ Hello, I am Matteo De Lise, Managing Director of Pininfarina of America. We are very pleased to collaborate with Air Max in designing their new laser air growth devices, bringing in a new era of home-use air loss treatment technology. فإذن بهيدي الفقرة مكفين معكم لحتى نتعرف أكثر على الهيرماكس باند اللي كتير مميز كتير حلو. Let's talk, Randy, about the technology. The technology is called photobiostimulation. Okay. That's where light energy is able to stimulate the hair follicles to make them grow again. إذن هون نحن عم نحكي بهيدا الجهاز على تكنولوجي وهي الفوتو بايو ستيميليشن. فوتو وهي بترمز إلى الانرجي أو الطاقة اللي بتجينا من الضوء، وعنا البايو اللي هو الإحياء، ستيميليشن تحفيز. فبكل سهولة هي بتساعد على تحفيز بصيلات الشعر. حنشوف نحن وياكم هيدي التقنية كيف بمجرد نحن ما نسلط الضوء على المنطقة اللي نحن منرغب بتحفيزها منحفز بصيلات الشعر، بيوصلها أكسجين، بيوصلها غذاء أكتر. بهالطريقة بتنمى بطريقة كتير مثالية، بتنمى الشعرة عنا بطريقة قوية، ومنحافظ انه لانه نحن عم ننشط البصيلات فعنا بيصير في عنا شعر اكتر بطريقة هيك كتير حلوة ونرجع صغار يعني. What we have in the HairMax are 82 medical grade lasers, and these lasers have been clinically proven in 7 different studies to actually help regrow hair in men and women. هون عم نشوف هون التكنولوجي اللي عم يحكينا اياها وهي الليزر، وهو معتمدين بهيدا الجهاز على 82 ميديكال جريد ليزر. هيدول الليزر هن نفسهم اللي بيعتمدون بالعيادات الطبيه وامن جدا للاستخدام بالمنزل. 82 يعني عم نحكي نحن على مساحه اكبر لحتى يغطي منطقه الراس بطريقه كثير كبيره، وهون عم نستهدف مناطق كبيره من الراس. هيدا الشيء اللي كثير حلو اللي عم بيأمن لنا اياه جهاز HairMax Band. Let's talk now about the fun part, which is the results. The results are amazing. In our clinical research, 90% of the men and women actually grew their hair. Okay. So that's a very, very high percentage. And they grew an average of 20 new hairs per square centimeter. إذن so, but you think about how many square centimeters, that's thousands of new hairs. That's really amazing with it a short is. Time. Yes. Yeah. إذن هون نحن عم نحكي على results لهن results كتير رائعين، لأنه أثبتت الدراسات 90% من الأشخاص اللي استخدموا هيدا الجهاز سواء نساء أو رجال قدروا يحصلوا على نمو بالشعر، ونمو الشعر كان بكل سنتيمتر سكوير 20 شعرة. إذا بنفتكر نحن بكل الشعر على كم سنتيمتر عم نحكي، فعم نحكي نحن على آلاف من الشعر تم إعادة إذا بدنا نقول نماء الشعر بهيدي المناطق. فبهالطريقة نحن حافظنا وخلصنا تماما من مشكلة تساقط الشعر. We're talking about 90 seconds in 3 times per week, right? It's the fastest laser treatment there is in the world. 90 seconds, 3 times per week, and it's hands-free. Yes. So you can type on your computer, you could be reading a book or watching television, and just let it grow your hair. كل اللي عليكم تعملوه تحطوا جهاز HairMax Band 90 ثانية لمدة 3 مرات بالأسبوع، ومثل ما قلت ببداية الفقرة هو الأسرع والأأمن لكم. فيكم تكونوا قاعدين، فيكم أنتوا قاعدين على اللابتوب تعملوا كل الشغل اللي أنتوا بدكم إياه. Let's go into more details about how to use it, and we have the beautiful Graziella with us today. Okay. Let's explain how to use the product exactly and how many seconds we need to put on a targeted area. Okay, the first thing we do is on the side there's a button to turn it on and off. Yes. You push that button twice to turn it on, and it's going to vibrate every 30 seconds. What we want to do, be sure to do is to start at the front hairline and let the teeth push that hair aside to let that light energy go down to the scalp. إذا كل اللي عليكم تعملوه إنكم أنتم تحطوه 30 ثانية على كل منطقة. في يتحرك معكم هير ماكس بطريقة كتير عملية. إذا عندكم أنتم هون فراغات أو الشعر خفيف بهيدي المنطقة بتحطوه بهيدي الطريقة، والأسنان اللي موجودين أو المشط اللي موجود بهير ماكس بيساعد إنه الضوء مثل ما هلا عم نشوف إنه يتغلغل على مناطق اللي نحن بنرغب باستهدافها. After 30 seconds, it's going to vibrate. Yes. And you move it to the middle spot and leave it there for 30 seconds and then to the final position,
on the back of the scalp. إذن بعد 30 ثانية بتحسوا أنتوا حاطينه على رأسكم في اهتزاز كتير بسيط. هيدا الاهتزاز هو مؤشر لألكم لحتى تنقلوا للمنطقة الثانية من الرأس. فمنبلش بالمنطقة الأمامية، منستهدف المنطقة اللي بالنص، وبعدين للآخر مثل ما هلأ عم نشوف مع جرازيلا. سهولة بالاستخدام على الآخر. We're talking about 30 seconds per area. 30 seconds but what per if I have, for example, the front is like more thinner than the one at the back? Well, what you can do in the areas that are thinner, you can use it for a longer period of time, up to 5 minutes. إذن, so if you're just suffering hair loss in the front, you can leave it up here for up to 5 minutes. الأمان اللي نحن عم نقدم لكم إياه بالجهاز الليزر فيكم تتركوه أنتوا 5 دقائق على المنطقة اللي أنتوا بترغبوا بعلاجها أو بتخلص من منطقة الشعر الخفيف مثل ما هلأ نحن عم نشوف نحن وياكم. فإذا 30 ثانية على كل منطقة أو فيكم تخلوه على المنطقة 5 دقائق. بعد 5 دقائق جهاز هيرماكس اللي بيطفي لحاله، وعم نشوف هوني قدي هو كتير آمن وقدي كتير عملي. Who can use it? It's for men or women with early to moderate stages of hair loss. So as long as you're over the age of 18 up to the age of 118, wow. It'll help you grow your hair because it works on all hair colors and all hair styles. الحلو إنه جهاز هير ماكس اللي عم نقدم لكم إياه اليوم هو بيشتغل للسيدات وأيضا للرجال من عمر ال 18 سنة، وعم بيقول لو وصل عمركم 118 سنة هو كتير فعال على الشعر شو ما كان نوع الشعر، شو ما كان لون الشعر، وحتى لو كنتوا عاملين أنتوا صبغة أو ما هنالك بيضلوا الأشعة أو الليزر اللي عم يجينا من هير ماكس باند يقدر يفيدكم بطريقة كتير عملية. When can we see the like the ultimate result and also the initial results? You can see initial results in about 16 weeks. Wow, that's amazing. Ultimate results in 26 weeks. Be patient. Your hair didn't fall out overnight. So give it the full 16 weeks to see that hair grow in. إذن تقدروا أنتوا تحصلوا على النتائج الأولية بعد 16 أسبوع والنتائج النهائية 26 أسبوع. لو بتفكروا فيها شعرنا عم يوقع وعم يتساقط سنة بعد سنة على مدى كتير طويل، فنحن نرجع نرجع شعرنا لجمال القبل بدنا نصبر شوي نطمن إنه هيدا الجهاز رح يعطينا النتائج اللي نحن بدنا إياها. 16 أسبوع ما هني شيء على شيء نحن متأكدين ومضمون إنه يقدر يعطينا النتائج اللي نحن بدنا إياها. Now, also in addition to just if you're suffering hair loss here or here like in the pictures, yes. Some women, just their hair gets thinner as we age, and the Hairmax laser band can help grow all that hair back in to be thick and full again. إذن عم بيقلنا حتى لو أنتم ما كنتوا عم بتشوفوا منطقة عم بتخف فيها الشعر، ولكن بمجرد ما تحسوا تلاحظوا أنه بمجرد ما تربطوا شعركم بهيدي الطريقة مع الوقت إذا حسيتوا الربطة تعيد شعركم عم بتخف، يعني أنتم شعركم مع الوقت عم بيخف تدريجياً، فكمان مؤشر لألكم أنه أنتم بحاجة كمان لهيرماكس. What's really nice about Hairmax, maybe people when they look at it they will think that it's bulky, but actually it's very light. It's very light. And it's very comfortable as well. It's very comfortable. It's very easy to use. And you know, for using it only 30 seconds, that's 90 seconds 3 times a week. To develop beautiful, healthy, thick hair again. إذا لكل الأشخاص اللي بيفتكروا إنه الجهاز اللي نحن عم نقدمه هو ممكن يكون تقيل بالوزن، على العكس تماماً، متصمم بطريقة كتير هيك بتقنية وجودة جداً عالية، خفيف كتير على الرأس، ما بيضايق أبداً. شو في أحلى ما نقعد على التي في نحط الجهاز يعني ينزل لنا الليزر ويعطينا النتائج اللي نحن بدنا إياها. 90 ثانية 3 مرات بالأسبوع بتحصلوا على شعر ولا أحلى. Thank you, Randy, very much for joining us. Much. And for all the information that you've given us. Thank you. Thank you very much. لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا بنرجع بنذكركم إنه نحن اليوم عم نقدم لكم الحل المثالي وأيضا الثوري، وطريقة استخدام Hairmax Band ولا أسهل، وطريقة تنظيفه كمان ولا أحلى. خلونا نشوف هيدا الفيديو لحتى يعلمكم أكثر على طريقة تنظيف Hairmax Band. It is important to keep your laser band clean and free of residue. To keep the laser window clean, make sure the device is unplugged and turned off. Then, gently clean with a soft, slightly moistened cloth. Do not use any soaps or detergents, just warm water. For a thorough cleaning, remove the teeth by gently pulling on either side of the bottom of the teeth frame. Clean with soap and water. Dry completely and replace by inserting and aligning the teeth and pressing on both sides until they snap in place.
نحن اليوم بهيدي الفقرة قدمنا لكم الحل الأمثل وقدمنا لكم الجهاز الثوري بعالم الشعر وهو من خلال هير ماكس باند. هيدا الباند اللي كتير حلو اللي عم نشوف بقلبه 82 ميديكال جريد بيساعدكم لحتى تغطوا هيك بارت كتير كبير من الرأس وتحافظوا على شعركم من دون تساقط الشعر أبدا. شو بيأمن لنا جهاز هير ماكس؟ أحدث التقنيات لحتى يخلصنا تماما من مشكلة تساقط الشعر. هو الأسرع الأأمن من دون استخدام إيدينا. Here we go. قدي كتير سهل بالاستخدام. خلونا نشوف النتائج اللي حصلوا عليها عديد من الأشخاص اللي جربوا هير ماكس. عرفنا من راندي كل الأشخاص اللي جربوا هير ماكس لقوا بكل سنتيمتر سكوير عم بيزيد عندهم الشعر 20 شعرة. وعم نشوف النتائج للرجال وأيضا للسيدات. والنتائج عم بتكون ملحوظة وين ما كان مشكلة تساقط الشعر، سواء كانت من قدام على النص أو حتى من الخلف. الحلو كمان بجهاز هير ماكس إنه هو سهل التنظيف، كتير عملي، وجاي لألكم بجودة جدا عالية. بعد ما أنتم تحصلوا على النتائج المثالية، أول 16 أسبوع بتشوفوا النتائج الملحوظة، والألتيميت ريزلتس والنتائج الفعالة هي بعد 26 أسبوع. ولكن دايما ننصحكم أنكم تستخدموا هير ماكس مرة واحدة بالأسبوع لحتى لكم حافظوا على هيدي النتائج. الحلو اللي عم نقدمه بهير ماكس باند اللي عم تشوفوها هلا اللي كتير خفيف بالوزن، عم نقدمه لألكم مع تشارجر. حذروا شو؟ إذا أنتم بتشرجوا هير ماكس باند لمدة 6 ساعات بيضاين عندكم الجهاز شهرين. شهرين ما بتعتلوا هم، بتسافروا وين ما رحتوا هير ماكس باند جاي لألكم. ما ننسى العرض التنافسي اللي نحن كمان عم نقدم لكم إياه بأحدث التكنولوجي. عم نقدم لكم عرض 2397 ريال سعودي بدل من 2998 ريال سعودي. جاري العرض ل 14 يناير وهو ل 14 ربيع الثاني. رقم المنتج 428450 مع حسم 20%. أحدث التقنيات عم نقدمها لألكم، ولأول مرة عم نقدم لكم جهاز هير ماكس باند جاي لأول مرة لألكم حول العالم. أول لونش لهيدا الجهاز على تي في هو حصريا من خلال سيترس تي في. استغلوا هيدي الفرصة، رجعوا الحياة لشعركم، يكون ما في عنا تساقط بالشعر بسهولة بالاستخدام وتقنية متأكدين إن هي آمنة 100% لأنه هي مصرح لها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا صبايا وشباب، ما بقى في مشكلة أبدا مع الشعر لأنه نحن عم نقدم لكم أحدث التقنيات وهي من ماركة هير ماكس.